اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده في نشاط اللجان المختلفة بالنادي الأهلي، مهم جدا ان احنا نعرضها كمان عندنا علشان حضراتكم تبقوا عارفين ايه هي الأنشطة ودور اللجان تحديدا في النادي الأهلي بيتم ازاي وبيخدم حضراتكم وبيخدم كمان الأعضاء ازاي. هنروح للجنة الطفل تحديدا بالنادي، وكان بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية اللي هم نظموا مهرجان الشيف الصغير ده، كان بحضور عدد يعني من 100 تقريبا طفل، وكان في تكريم كمان للأطفال بحضور المهندسة مي عاطف عضو مجلس الإدارة. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، منورنا ومشرفنا النهاردة في بيتنا في النادي الأهلي. كل عيلة الأهلي النهاردة هتستمتع وهتقضي يوم إن شاء الله يكون يوم جميل وأكتر من رائع. هي الفكره الحقيقه مشكوره من اعضاء لجنه الطفل بالشيخ زايد. الحقيقه كانت هي من ضمن الخطه اللي كانت محطوطه، اللي هي الخطه السنويه اللي هم المفروض بيحطوها بيقدموها لنا، فبدانا ان هي الفكره جت لنا وانا قدمناها للجنه العليا وتم الموافقه عليها، فبدانا فكره التنفيذ. الحقيقه هم عملوا مجهود جبار ان احنا بدانا عملنا اجتماعات كتير 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 قوي ان احنا نفضل نقسم بقى الشغل ونشوف الخطوات الرئيسيه. قعدنا مع الشيف المسؤول معانا اللي قدر يجيب لنا الشيفات الموجوده النهارده، مشكورين جدا طبعا. حطينا المجموعه من الاسماء، عملنا عدد الطفل، عدد الاطفال اللي المفروض ان هم يبقوا موجودين معانا عشان نقدر نتحكم فيهم. عملنا كمان العدد اللي هيبقى مختار ان هم يبقوا هم الفايزين. طبعا كل الاطفال ممتازه وفايزين وكل حاجه، بس زي ما قلنا كده ونوهنا النهارده ان احنا بناخد الاحسن فالاحسن. كمان بدانا بقى نحط الخطه بتاعتنا، كنا على مدار الحقيقه 15 يوم احنا فضلنا نقسم كل الشغل، نتواصل مع الناس، نتواصل مع اللجنه، مع العلاقات العامه، مع الخدمات، مع الاداره، لحد ما الحمد لله قدرنا ان احنا نجمع الناس ونتعدى الصعاب. الحقيقه قابلتنا صعاب كتير جدا طبعا، لان احنا كنا واخدين مرحله من 10 ل 14 سنه، في ناس كتير كانوا حابين ان هم يشتركوا الاصغر والاكبر، بس احنا حبينا ان احنا ناخد مرحله معينه هي المرحله اللي بنبني فيها المسؤوليه اكتر وبنبني فيها الذاتيه اكتر، علشان دي المرحله اللي الطفل بيحس فيها بنفسه. الحقيقه بعد يعني الامتحانات والولود السنه على الاطفال، حبينا نطلع بفكره ترفيهيه تجذب الطفل وفي نفس الوقت ايه نشتغل بقى على تنميه مهاراته، ان هو بقى يبدا ايه يشتغل ان هو يعمل الوجبه بنفسه او يصنعها ويكسر حاجز ان هو مامي هي اللي بتعمل كل حاجه لوحدها. فحبينا ان احنا ان الطفل هو اللي يصنع الوجبه بنفسه، وسيبنا له حريه الاختيار في انه ايه يختار الوجبه اللي بيحبها، بس اهم حاجه عندي ان هو ايه يشتغل بنفسه، يشتغل بايديه تحت اشراف مامته. النهارده ان احنا جايين ندعم الطفل، الطفل لازم يكون عنده طاقه وحيويه ويتعلم يخش المطبخ ويكون بيحب المطبخ. احنا جايين النهارده عشان ندعمه ونشجعه، هم عاملين اطباق على مستوى عالي جدا. لجنه الطفل النهارده منظمه تنظيم على مستوى عالي جدا، مستوى راقي جدا يحسب لهم بجد. بيشجعوا الطفل انه يدخل المطبخ وبيسندوه وبيعلموه حاجات كويسه جدا. النهارده في شيفات على مستوى عالي جدا بتعلم الطفل اخطائه، فهو بيستفاد النهارده. في شيفات عامله اطباق زي الناس الكبيره بصراحه، يعني احنا اتبهرنا النهارده بمستوى الاطفال. فحاجه جميله جدا انك تشجع الطفل، وخاصه يبقى طالع من النادي الاهلي او تحت رعايه النادي الاهلي ولجنه الطفل تعمل حاجه زي كده تتحسب لهم، فدي حاجه جميله جدا بجد، يعني خطوه ان الطفل يعتمد على نفسه في المستقبل. فكره الايفنت فكره يعني استحسنتها جدا وحبيتها قوي، فعشان كده بصراحه قررت ان انا اجي. فكره ان احنا ننمي في الاطفال حته ان هم يدخلوا المطبخ ومجرد ان هم يعملوا اي حاجه بايديهم، فده حاجه حلوه جدا عجبتني جدا بصراحه. انا دايما بشجع الاطفال على كده. المعايير اللي احنا دايما بنحددها او اللي انا النهارده سلطت عليها الضوء، ان الطبق اللي موجود قدام الولد او البنت يعرفوا يوصفوه، طالما عارف يوصفه وعارف مكون من ايه واتعمل ازاي، خلاص انا كده اتاكدت ان ايه هم اللي عاملينه بايديهم يعني. وطبعا النظافه، البرزنتيشن للطبق نفسه ده مهم جدا. يعني في بنت عجبتني جدا ما كشفتش الطبق غير لما لقيتني واقفه قدامها، فطبعا دي لفته يمكن هي ما خدتش بالها منها قوي، لكن احنا برضو كحكام لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي. بس يعني بجد انا بتنبأ يمكن نص الاولاد اللي موجودين ان هم هيكون ليهم مستقبل كبير قوي يعني بجد. طفره جميله جدا في النادي الاهلي، موضوع التحدي اللي موجود النهارده او المسابقه الموجوده، وده بنشجع اطفالنا لكذا حاجه ممكن تتم او كمجهود منهم، وكان شيء مميز وجميل.
اهم ما في الموضوع انه منظم بصوره غير عاديه. انا اول ما جات لي الدعوه بصي ما ترددتش خالص، طبعا ده النادي الاهلي فشرف ليا جدا جدا ولاي حد ان هو يجي حاجه زي كده. انبسطت كمان قوي بالفكره، كمان هو اسم المهرجان حلو قوي، مهرجان الشيف الصغير، حاجه مشجعه قوي للاطفال، تجربه حلوه يحببوا الاطفال في الطبخ، ففكرة لذيذة قوي بجد ان انا اشارك في حاجة زي كده. في البداية انا لازم طبعا اشكر النادي الاهلي ان هو اتاح لنا الفرصة الحلوة دي، وبالمناسبة دي مش اول مرة احضر فيها ايفنتات للشيفات وللمسابقات، فانا مبسوطة جدا ان انا معاكم. طبعا ايفنت رائع جدا ومنظم جدا جدا، ودي حاجة بسيطة تطلع من النادي الاهلي العظيم يعني. بشكر طبعا اللجنة العليا على تنظيم الشيف الصغير عندي هنا، ودي كانت بداية المهرجان، والحمد لله كان تنسيق عالي جدا جدا بيننا وبين اللجنه العليا، وعن طريق المدير التنفيذي وعن طريق بقيه اللجان بتاعتهم والاعضاء بتاع اللجنه كلهم كانوا موجودين معانا. وابتدينا من 15-20 يوم، من 20 يوم تقريبا نبتدي نعمل لقاءات ونجهز لكل الخطوات اللي انتم شفتوها النهارده دي بترتيبات باكثر من بروفا باكثر من ترتيب. طبعا الاختيار بتاع الاطفال اللي قدمه كنا في العلاقات العامه خدنا 100 اسم من اول 100 اسم جولنا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كان في الشيفات اللي موجوده، اتفقنا مع فريق عمل الشيفات، اتفقنا بعد كده مع اللجنه اساسا بتاعه الاطفال اللي هي لجنه الطفل. اول حاجه دكتوره نداء وبقيه المجموعه كلها بالتنسيق مع العلاقات العامه ومعانا في كل التفاصيل، في ترتيب الترابيزات، في ترتيب الايفنت نفسه، في الترتيبات كلها، في التجهيزات بتاعه الشيفات اللي كانوا محتاجينها. طبعا احنا ده اول ايفنت بالنسبه لنا، فكان كل مجهودنا اللي احنا نحاول نطلعه باحسن صوره والحمد لله. انا طبخت المكرونه البشاميل، طبخت الساندوتش فلامينكو، انا كنت طبخه ستيك مشوي ومكرونه. والله كتر خيرها بتعمل ستيك مشوي مكرونه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه يعني، ف والله برافو، لا حلوه دي.